جاهزين بالتشكيل يا جماعه؟ قبل ما نروح للكابتن محمد صبري عشان نسال فيه الكابتن صبري والكابتن عبد الحميد علي. حراسه المرمى محمد عواد، تشكيل نادي الزمالك النهارده محمد عواد، خط الظهر من اليمين للشمال حمزه مسلوسي، الونش عبد الغني، احمد فتوح، خط الوسط رؤى، اسلام جابر، سيد نيمار، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، واحمد سيد زيزو، وفي الامام سيف الدين الجزيري. احتياطي نادي الزمالك محمد نديم، محمود علاء، حازم امام، عبد الشافي، عبد الله جمعه، محمد خضري، وده من اللعيبه المميزين جدا في خط الوسط في نادي الزمالك في ناشئين نادي الزمالك، اوباما، سيف جعفر، ويوسف اسامه نبيه. كابتن صبري، من خلال تشكيل نادي الزمالك نقدر نقول ان نادي الزمالك النهارده بيحاول يثبت التشكيل على قد ما يقدر في ظل غيابات امام عاشور، ظل غيابات حسام عبد المجيد، هو رجع عبد الغني في خط الظهر لما كان بيلعب في نص الملعب. الراجل بيشتغل بالقماشه اللي معاه حسب اللي موجود، وفي نفس الوقت ما بيحاولش ان هو يعمل حاجه اوفر او يالف. صحيح، بمعنى اصح يعني. طبعا زي ما حضرتك قلت والكابتن جمال قال، هو الراجل طبعا بيلعب بطريقه مثبت الطريقه بقاله فتره، بيلعب 3 4 3، ناجح في الطريقه دي بشكل كبير جدا، ناجح في الشكل الدفاعي والشكل الهجومي، يمكن انسجمنا وخدنا الطريقه دي بشكل كويس، ادى ان نادي الزمالك بيأدي الاداء المبهر في المباراه الاخيره دي. لكن زي ما الكابتن جمال بيقول، انت بتلعب النهارده فرقه صعبه وسهله، يعني يعني المباراه على الورق انت بتلاعب الراجل اللي هو ما عندوش اي امل، ما عندوش اي طموحات، ما عندوش اي اهداف كفرقه انه يلعب عليها، لكن عنده هدف كبير جدا عند اللعيبه ان هو عايز يثبت نفسه. اللعيب اللي مش عايز يلعب في الممتاز بيه عايز يثبت نفسه في اخر مباراه ممكن الناس تتفرج عليها مع تيم كبير زي تيم نادي الزمالك، فدي الاهداف اللي عند اللعيبه اللي هتلعب بيها المباراه. لازم نادي الزمالك ياخد المباراه بجديه من بدايتها، وانا الحقيقه ما عنديش شك لان فيريرا عنده امارات كتيره جدا، يمكن كان عندنا كابتن طارق عقد كتيره جدا هو ازالها او كسرها. في العيد احنا ما كناش بنكسب في العيد، لا فيريرا في ثالث يوم العيد لعبنا المقاولين وكسبنا. احنا كنا بعد كل بطوله الفرق المصريه عموما، يعني الفرق المصريه بعد بعد اي بطوله الماتش اللي بعده بتبقى قليله او ضعيفه شويه فنيا او في استرخاء شويه، ما حصلش الكلام ده. كسبنا النادي الاهلي في كاس مصر، بعديها بثلاث ايام على طول لعبت سموحه، الاداء كان نفسه هو هو، الطموح والرغبه والقتال، الاسلحه اللي تحلى بها نادي الزمالك وادت للمكسب هو هو نفس الاداء والطموحات اللي كانت موجوده جوه الملعب في مباراه سموحه. فانا النهارده يعني مطمئن كتير جدا ان نادي الزمالك هو عارف هدفه، عارف انه لازم يخلص البطوله دي، لو عنده الامكانيه انه يخلص البطوله دي في الثلاث مباريات اللي جايين، عشان الراجل يبتدي كمان يريح بعض اللعيبه، عشان عنده مباراه سوبر سعودي المصري، مباراه مهمه جدا، فمهم جدا انه يريح بعض اللعيبه. من الممكن نادي الزمالك اكيد ان شاء الله باذن الله ناخد الدوري باذن الله على مباراه الاتحاد، فدي مباراه من المباريات الصعبه جدا، من الممكن اللعيبه تسهلها عليهم وعلى نفسهم ان شاء الله، ونأدي اداء كويس باذن الله. اكيد طبعا، دي طبعا صور من داخل نادي الزمالك يا جماعه، ما شاء الله يعني الشاشات كلها شغاله داخل نادي الزمالك لاعضاء الجامعه العموميه، بيستمتعوا باستوديو قناه الزمالك، وايضا هيستمتعوا بهذه المباراه مع ضيوفنا الكبار في الاستوديو. تحس ان اوروبا نادي الزمالك، بص اوروبا ما شاء الله، هو يعني بالليل بيبقى بالليل حاجة جميله جدا يعني، بالليل بيبقى له شكل والنهار شكل يعني، فاهم يعني، النهار شكل رياضي بالظبط، بص تحس ان بالليل تبقى انت قاعد كانك قاعد مثلا اي حاجه، وحمامات سباحه وحاجه جميله يعني، ما شاء الله شكل حلو.